يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. أحبائي طلبة قسم الهندسة الكهربائية، الجزء الثاني من محاضرة هذا اليوم اللي نتناول به حل أسئلة الفصل الأول. الآن بروبلم 16 يطلب من عندنا مقدار القدرة أو رسم مخطط القدرة لحالة T أكبر من الصفر، ومقدار الانيرجي خلال الفترة من 0 إلى 4 سكند. الشيء الجديد بهذا السؤال إنه منطيني التيار والفورتية على شكل جراف رسم، لا منطيني إياها كمعادلة ولا منطيني إياها كأرقام، وإنما منطيها جراف. فهنا حضراتكم تعرفون إنه القدرة هي حاصل ضرب الفولتية في التيار، والانيرجي هو حاصل ضرب القدرة في الزمن. فالآن احنا مطالبين لازم نطلع المعادلة الخاصة بالتيار والفولتية. الآن تشوفون ياي انه مثلا الفولتية هي واضحة للفترة الزمنية من 0 الى 2 فقيمتها ثابتة 5، ومن 2 الى 4 سكن سالب 5، فما عندنا اي مشكلة، ممكن تمثيلها بسهولة. اما التيار اللي هو هذا المثلث اللي امامنا، هذا يجب أن نكتب معادلته للفترة الزمنية من 0 إلى 2 و 2 إلى 4. لذلك احنا سوينا فيديو خاص بهالموضوع، شلون نكتب معادلة أي خط مستقيم ممكن يمر بينا، سواء أي سلوب، أي ميل، هذا ميل معين، هذا ميل آخر، لكل خط مستقيم إلى ميل. فهنا سوينا محاضرة شلون نكتب معادلة أي خط مستقيم. هنا الخط المستقيم اللي أمامنا اللي هو من 0 إلى 2، وتعلمنا الآن لو تراجع الفيديو الخاص بكتابة معادلة خط مستقيم راح تعرف إنه شلون كتبنا هذه المعادلة. بالنتيجة راح نصل إلى إنه المعادلة الخاصة بهذا الخط المستقيم هي كانت عبارة عن I، هنا الـ I يساوي لنا I يساوي تقريبا، أو العفو طلع لنا 30 T. هذه هي معادلة هذا الخط المستقيم، معادلة هذا الخط المستقيم اللي وين؟ من 0 إلى 2، من 0 إلى 2، من 0 إلى 2. هذه هي معادلة خط المستقيم اللي هي من 0 إلى 2 ملي سكند، كتبناه 30 T. وهاي تراجع الفيديو اللي شلون انكتبت ال 30. لازم نعرف شلون نكتب معادلة أي خط مستقيم خلال أي فترة زمنية. الآن بنفس الطريقة كتبنا معادلة الخط المستقيم اللي هو من 2 إلى 4 ملي سكن، واللي طلعت لنا 120 ماينس 30 تي، ماينس 30 تي. وهذه هي معادلة خط المستقيم، معادلة خط المستقيم اللي من 2 إلى 4 سكن. ورا ما كتبنا المعادلات أصبح عندنا جاهز الفولتية من 2 إلى، من 0 إلى 2 5، والتيار كتبنا معادلته. إذن هنا ورا ما خلصنا بهذا الشكل كتبنا المعادلتين، إلى الآن أصبح عندنا الآن المعادلات جاهزة، اللي هي الـ I of T هي 30 T من 0 إلى 2، ومن 2 إلى 4 راح تكون عندنا 120 ماينس 30 T، والفولتية هي 5 فولت من 0 إلى 2 وماينس 5 من 2 إلى 4. الآن البي هي حاصل ضرب مقدار التيار في الفولتية، البي هي حاصل ضرب التيار في الفولتية، ف30 تي مضروبة في 5 خلال نفس الفترة الزمنية من 0 إلى 2 يطلع عندنا 150 تي، و120 ماينس 30 تي ضربناها في سالب 5 يطلع عندنا سالب 600 زائد 150 تي. اذا طلعنا مقدار البي اوف تي حاصل ضرب التيار في الفولتيه لنفس الفتره الزمنيه. ورا ما اصبحت الان جاهزه الامور، المعادلات الان المطلوب من عندنا نرسمها، نرسم هذه مثل ما بالفيديو يجب ان يفهم بعنايه. الان 150 تي هي معادله الخط مستقيم
من الصفر إلى الاثنين، هذا خطأ عندي مكتوب هنا واحد، من الصفر إلى الاثنين. فهذا الاسلوب مالتي هنا أنا محتاج هسه حتى أرسم الفترة، هي من صفر إلى اثنين مكتوبة، من صفر إلى اثنين. محتاج الآن أكتب إيش قد عندي على الواي. إذا حضراتكم تعرفون إنه الآن الميل مالته هذا الاسلوب، الاسلوب يعني مالت مع الخط المستقيم، الاسلوب مالت الخط المستقيم اللي هو الميل مالته هذا الاسلوب، هو أكيد يساوي لي هو مقدار التغير، مقدار التغير على يعني كأنما الدلتا نسميها دي بي، يعني أقصد بالدي بي مقدار التغير على البي مقسوم على الدي تي، الدي تي. فالآن السلوب مالتي شقد؟ السلوب 150، هذا هو مقدار السلوب 150، هذا مثل ما تشوفون هذا 150. شو يساوي لي؟ يساوي لي دي بي مجهول، أنا ما أعرفه مقدار الدي بي مجهول بالنسبة لي. الدي تي هي من صفر إلى 2، إذا هي 2 بحساب بسيط، فراح ألقى أنه الدي بي تساوي لي 300. هذه هي 300، وهذه هي المقدار التغير، مقدار التغير اللي هو طلع عندي بهذا الشكل، طلع عندي بهذا الشكل. هذه هي 300 مالتي، مقدار التغير على بهذا. بنفس الطريقة أني هذا عندي المعادلة اللي سالب 600 زائد 150 تي، هذه هي السلوب مالتي، السلوب مالتي هو أيضا 150، السلوب مالتي يعني أنا المعادلة. وهذا مثل ما شفتوا الفيديو، السالب 600 هو مقدار ما يقطعه الآن لو استمر هذا، لو استمر هذا المنحني بالاستمرار راح يقطع محور الصادات، راح يقطع محور الصادات وين؟ بنقطة اسمها هنا اسمها 600 سالب 600. هذا لاحظ ياي شنو معنى السالب 600؟ هو ما يقطعه على محور، ما يقطعه على محور الواي اكسس. وال150 ليش موجبة؟ لانه هذا نصعد هذا، ليش 150؟ ايش قد هذه؟ اطلع من عندها اللي هي سالب 300. ف150 هي السلوب مالتي، اطلعها بهذه الطريقه. اوكي، فاذا هذا الرسم شلون ارسمه بهذه الطريقه. هاي شنو سالب معناها؟ سالب 600 معناها سالب 600 معناها ما يقطعه على محور الواي اكسس، وهذا هو الميل حتى اطلع الدي بي مالتي بهذا الشكل. ورا ما خلصت الان رسمت المطلوب من عندي اللي هو البي خلال الفترات الزمنية من 0 إلى 2 ومن 2 إلى 4، المطلوب من عندي شنو؟ أحسب الانيرجي. الانيرجي هو تكامل للبي أوف تي، منين؟ للفترة الزمنية كلها من 0 إلى 4 هو ذلك. بالمناسبة لأي موجة متماثلة، أي موجة متماثلة يعني اللي فوق محور الأكس أكسس أو التي هنا احنا نسميها، إذا كان مساوي للأسفل مساوي تماما، إذا هي التكامل مالها هو جمع إيش قد قيمة موجبة فوق على الجمع إيش قد قيمة سالبة من عنده، فالنتيجة راح تكون أكيد زيرو. تريد تكامل أنت عندك هاي معادلة هذا الخط المستقيم، تريد عندك هذا معادلة خط المستقيم، هاي هي 150 تي كاملها من 0 إلى 2 كاملها، وعندك المسافة من 2 إلى 4 كاملها، راح تجمعهن، من تجمعهن راح تلقاهن يساوي 0. هذا هو الانيرجي. هذا فيما يتعلق بال 16، البروبلم نمبر 16. الان بروبلم نمبر 17 مش منطينا شكل بهذا، ومنطينا الباور مال كل وحده من عندهم، احنا اتفقنا انه الباور اذا اشارته سالبه معناها سبلايد باور، اذا نا سبلايد باور، واذا كانت موجبه فراح تكون هي observed يعني او مستهلكه. فالان بنظره اللي هو البي 1 هو ايش رايد من عندنا؟ منطينا الباور مال البي 1 وبي 2 وبي 4 وبي 5، شو يريد؟ يريد البي 3 مالت الاليمنت 3، وهل هي received او delivered، هل هي مستلمه ولا مجهزه يعني بهذا
المنظومة. فأني شو أقول؟ إنه هذه القيم الموجبة الستين V2 والV4 والV3 بما أنها موجبة إذن هي مستهلكة، فراح أجمح 60 45 و30 راح يصير عندي 135 استهلاك، وعندي سالب 205 بما أنها سالب إذن هي مجهزة. بحساب بسيط راح ألقى المجهزة 205 ومجموع ذن 135، إذن الإلمنت 3 لازم يكون مستهلك حتى تتساوى. لازم نرجع إلى قاعدتنا إنه القدرة المستهلكة تساوى القدرة المجهزة، وبالتالي فإذا أني راح أطرح 205 ناقص 135 يطلع عندي مقدار الإلمنت الثالث اللي هو البي 3 70 واط، ولازم يكون موجب حتى يعادل العملية الاستهلاك مع عملية التجهيز. إذن الإلمنت 3 هو 70 واط، ويجب أن تكون هي ريسيف تستلم 70 واط. هذا فيما يتعلق ب الشكل الآخر. بروبلم نمبر 18 مطيني شكل آخر ويقول يا بي احسب لي القدرة. طبعا هنا شكل بالفقرة السوليوشن غير واضح، فممكن انه تروح الى المن الى البروبلم راح تلقونه واضح جدا بالبروبلم، يعني واضح جدا اللي هو عندك واضح بشكل كبير، ممكن انه تستفيد من عنده وتطلع الاشياء الخاصه به. فهذا هو بروبلم نمبر 18 شابتر 1. هنا عندك العناصر شنو يقول؟ find the power observed، مقدار القدره المنتصف for each element. هنا لو تلاحظوا يا احنا مثل ما اتفقنا انه اذا كان التيار طالع من القطب الموجب اذا هي مجهزه، طالع من القطب وش نطيها؟ نطيها اشاره سالبه. واذا كان لو تلاحظوا يا هذا البي 1 هنا التيار اتجاهها طالع، العشرة امبير طالع منها، اذا هذا البي 1 لازم يكون شنو؟ قدره مجهزه، ولازم شنطيها انطيها اشاره سالبه. اما مثلا البي 2 التيار دخل على القطب الموجب اذا هذه مستهلكه وانطيها اشاره موجبه. على البي 3 التيار دخل على الطرف الموجب اذا هي مستهلكه، وبالتالي راح تكون نعطيها اشاره موجبه. البي 4 التيار لا تلاحظ وياي طلع من الطرف الموجب، طلع من الطرف الموجب، اذا البي 4 هذا اللي امامك اذا هذا طالع من الطرف الموجب، اذا لازم انطي اشاره سالبه. وهذا ايضا طالع من الطرف الموجب اذا لازم انطي اشاره سالبه. اذا صار عندي البي 1 والبي 4 والبي 5 اذا شنو؟ هذني مجهزات. وليش؟ لأن التيار ده يطلع من القطب الموجب، ده يطلع من الطرف الموجب، إذا هذه أنطيها إشارة سالبة، وهذا البي 2 والبي 3 جاي يدخل من الطرف الموجب، إذا هذه المستهلكات بهذا الشكل. إذا بحساب بسيط لاحظوا ياي إنه البي 1 بالنسبة للبي هو حاصل ضرب الفولتية في التيار، كل إليمنت تضرب فولتية في التيار. فالبي 1 راح أنطيها 30 في 10، هذا التيار سالب 10 في 30 الفولتية تطلع سالب 300، والبي 2 قلنا مستهلكة فولتية 10 وتيارها 10 فصارت 100، والبي 3 فولتية 20 وتيارها 14 طلع 280، والبي 4 والبي 5 اعطيناها إشارة سالبة لأن قلنا التيار يطلع من الطرف الموجب. بحساب بسيط راح نلقى القدرة المستهلكة، القدرة مالت البي 2 والبي 3 ايش قد؟ 100 زائد 280 380، اجمع لي القدرة اللي بالسالب راح تلقاها أيضا 300 زائد 32 زائد 48 ايضا 380. فاذا القدره المستهلكه تساوي القدره المجهزه. هذا الكلام وين راح يفيدني؟ يفيدني بحل سؤال رقم 19. رايد قايل احسب للتيار اللي مار وين بالالمنت هذا اللي امامنا اللي فولتيته 3 والمصدر اللي فولتيته 6. شلون احسبه؟ انا عندي مجموع القدره المستهلكه تساوي مجموع القدره المجهزه. الان لو تلاحظوا وياي هذا مصدر التيار، تيار ايش قد؟ 4 وفولتيته 9. هذا الان تياره طالع من القطب الموجب، اذا لازم اشارته سالبه. مقدار القدره مالته ايش قد؟ 4 في 9، وقدره شنو ايش بيها؟ مجهزه.
الآن هذا الإليمنت فولتيته 9، تيار ايش قد؟ 1 أمبير، تياره 1 أمبير. فايش راح أسوي؟ أضرب ال 1 أمبير في 9 فأنطي إشارة موجبة. إذا راح أضرب 9 في 4 وأنطيه إشارة سالبة اللي هنا صارت سالب 36، وأضرب 9 في 1 وأنطيها شنو؟ إشارة موجبة. الآن هذه الثلاثة 3 فولت تيارها ايش قد؟ تيارها اي اللي هو المجهول، فاضرب 3 في اي وشنطيها دخل من الطرف الموجب، اذا شنو هذا؟ اعطي اشاره موجبه لانه اعتبار مستهلكه. وهذا ال 6 فولت ايضا التيار دخل من الطرف الموجب، ايضا اعطي اشاره موجبه، ف 6 في اي و 3 في اي وعندي هذا. فالمجهول فقط عندي الاي اطلعه بمعادله واحده بهذا الشكل. تلاحظوا ياي هنا عندي 9 في 4 هي القدرة المجهزة، والباقيات كلهن دخل التيار من الطرف الموجب، معناها كلهن مستهلكات. عندي 1 في 9 زائد 3 في اي زائد 6 في اي، 9 زائد اي زائد 9 اي ويساوينا بهذا الكلام يطلع عندنا 3 امبير. اذا باستخدام القدرة المجهزة تساوي القدرة المستهلكة قدرت ان احسب التيار الخاص بهذه الدائرة. الآن بنفس الطريقة شباب، بنفس الطريقة جدت الفولتية مالت الجينوات هذا الإليمنت بنفس النظام، بنفس النظام. أنا عندي ساينس، لا تلاحظوا ياي، لا تلاحظ أنه summation of power equal to zero، يعني شنو؟ القدرة المجهزة وتساوي القدرة المستهلكة، أو القدرة المجهزة أنضيها إشارة سالبة والقدرة المستهلكة أنضيها شنو؟ إشارة موجبة، وأجمعهم مع بعضهم. القدرة المجهزة أعطيها إشارة سالبة والمستهلكة أعطيها إشارة موجبة، وأجمعهن مع بعض وشنو اللي مجهول راح يطلع. يعني مثلا لو جيت لهذا الإليمنت التيار داخل من الطرف السالب يطلع من الطرف الموجب، إذا خلاص هذه هي قدرة مجهزة، قدرة مجهزة. إذا أعطيها إشارة سالبة تيارها هذا أضربها في فولتيتها. الآن لو تلاحظوا ياي أنا سالب 30 في 6 لهذا الإليمنت، ليش سالب؟ لأنه التيار والفولتية طلع من الطرف الموجب. إذا نحط الإليمنت الثاني، الإليمنت الثاني دخل من الطرف، إذا هي قدرة مستهلكة فأعطيها إشارة موجبة 6 في 12، هذه 6 في 12، 6 في 12. الآن لو أسوي بعض التأشيرات حتى تكون واضحة، الآن مثلا هذا الإليمنت، هذا الإليمنت، هذه هي القدرة مالته. هذا الإليمنت اللي هو 12 في 6، هذا هو الإليمنت 12 في 6 تيار وولتيته. الآن الإليمنت هذا الثالث اللي هو بهذا الشكل، هذا الإليمنت اللي هو 3 في نوت، تياره أعرفه بس وولتيته ما أعرفه، أعطيته شيء إشارة موجبة لأن التيار، لأن التيار داخل من الطرف الموجب. هذه 28 تيارها 1، إذا 28 في 1 بهذا الشكل، بهذا الشكل، وايضا دخل من الطرف الموجب، دخل من الطرف الموجب. هذا الان هذا الاليمنت ما قبل الاخير، هذا ايضا دخل من الطرف الموجب فصار 28 والتيار مالته 2. وعندي بقى الاليمنت الاخير اللي هو تيار 3 فولتيته 10، ولكن لو تلاحظ ان التيار طلع من الطرف الموجب، اذا راح انطيه اشاره سالبه. كل إليمنت اضرب تياره بفولتيته، دخل التيار من الموجب اذا مستهلك اعطيه اشاره موجب، طلع التيار من الموجب اذا اعطيه اشاره سالبه. المجهول واحد هو فقط الفي نوت، هو فقط الفي نوت، واطلع النتيجه بهذه الطريقه. الان هذا هو البروبلم، يطلع الفي نوت يساوي لنا 18. ورما هذه حسبناها بطريقه الباور. الان بعض المسائل الخاصه بروبلم 21، فد مصابيح متوهجة مطين القدرة مالتها 60 واط، مطين القدرة مالتها 60 واط، هذه القدرة مالتها 60 واط، هاي المصابيح تشتغل 60 واط وفولتيتها 120، فولتيتها 120. شي يريد how many electron and column flow through the خلال هذا المصباح in one day. فاني القوانين مالتي شي يريد، هو يريد number of electrons for column. ايش منطيني؟ منطيني القدره ومنطيني الفولتيه، منطيني القدره والفولتيه. الان لا تلاحظوا وياي انه القدره هي عباره عن الفولتيه في التيار. اذا التيار ايش راح يساوي لنا؟ القدره على الفولتيه، طلع عندي التيار هو 0.5. الان الشحنه ايش تساوي لي؟
التيار في الزمن. الزمن شنو هو؟ one day يعني 24 ساعة. بس لا ننسى التعويض في هذه المعادلة هو بالثواني، بالثواني. فلازم أحول، لازم أحول هذه الدي هو ال 24، هذه 24 ساعة، وأضربها في 60 دقيقة، وأضرب بعدين 60 دقيقة في 60 ثانية حتى تطلع عندي بالثواني. وهذا هو ما مكتوب أمامك تماما، تماما مكتوب بهذه الطريقة. 24 في 60 في 60 هذا شنو؟ حتى يطلع عندي، يطلع عندي الزمن بالثواني. هنا في الحالة طلعت الكولوم. احنا عندنا شنو؟ نمبر اوف الكترون. هو رايد عندنا نمبر اوف الكترون. شو نسوي؟ عندنا كل كولوم، كل كولوم يحتوي هذا العدد من الالكترونات. كل كولوم 6.24 في 10 اس 18 الكترون كل كولوم. زين انا عندي 43200 كولوم، فراح اضرب عدد الكولومات في عدد الالكترون في كل كولوم، يطلع عندي العدد الكلي من الالكترونات. هذا هو سؤال 21. سؤال 22، سؤال 22 هنا دا يقول lightning bolt strikes an airplane، صاعقة برقية ضربت طيارة، تيار هش قد 30 كيلو امبير، فورس قد 42 ملي سكند. منطيني تيار او منطيني زمن، يريد الكولوم. فتطبيق مباشر للقانون اللي هو الكيو اي في تي، عندي الاي وعندي التي، بس احول لازم الكيلو امبير حول امبير، والملي سكند احول للسكند، واضربهم يطلع عندي نمبر اوف كولوم. الان 23 جهاز هيتر كهربائي، القدره مالته، القدره مالته هي القدره مالته 1.8 كيلو وات، 1.8 كيلو وات. ياخذ ايش قد خلال 15 دقيقه 15 منت حتى يسخن المي. هنا يقول خلال يوم واحد، باليوم الواحد، باليوم الواحد الباور، الباور ياخذون فلوس عليها 10 سنت، 10 سنت لكل كيلو وات، 10 سنت لكل بير، بير كيلو وات، بير كيلو وات. ايش قد اني ادفع خلال 30 يوم؟ ايش قد ادفع خلال 30 يوم؟ فاني شو اسوي؟ لازم اطلع مال مقدار الكيلو وات اللي اصرفه خلال 30 يوم، كيلو وات اللي اصرفه خلال 30 يوم، كيلو وات اور، طبعا كيلو وات اور اللي هي الانرجي، يعني كيلو وات اور هذه لا تلاحظوا ياي، هذه هي مقدار الكيلو وات اور، يعني هنا القدره الطاقه اللي مصروفه خلال. فايش راح اسوي؟ البي في التي، البي شنو هي؟ هي القدره اللي هي 1.8 كيلو وات. انا اريد اطلعها بالكيلو وات اور، ما راح احولها، راح ابقيها كيلو وات مثل ما موجوده. شو اسوي؟ الاور مالتي هو ايش منطيني؟ 15 دقيقه. فلازم احول ال 15 دقيقه لمن؟ الى الساعات حتى تصير اور. فراح شو اسوي؟ اقسم ال 18، ال 15 على يمن؟ على 60. طلعت شنو بالساعات؟ اضربها في 30 يوم، فصارت عندي كيلو وات اور. هذا اللي اصرفه خلال شهر، هذا اللي اصرفه كيلو وات اور، اصرفه خلال شهر. كل كيلو وات اور 10 سنت، فاضرب في ال 10 سنت يطلع عندي لازم ادفع 1.35 دولار بهذه الطريقه. اوكي هذا السؤال. الان بروبلم 24، طبعا هو اسئله هالشكل. السؤال اللي بعده، شركه تنطي 8.5 سنت لكل كيلو وات اور، ايش قد المستهلك لو شغل مصابيح كل مصباح 40 واط لوان دي؟ ايش قد يدفع لازم لها؟ فايش راح تطلع؟ لازم تطلع لنا بما انه هو الفلوس انه لكل كيلو واط، لازم اطلع الكيلو واط. عندي 40 واط، عندي 40 واط ولمده يوم واحد، فان اليوم واحد شنو هو؟ عباره عن 24 ساعه، 24 ساعه في 40 تطلع عندي واط اور، احولها للكيلو واط اور، طلعت بالكيلوات. يقولون كل كيلوات اور اضربه سعره 8.5 سنت، اذا راح اضرب
هذا الرقم اللي طلع لي بالكيلووات اور في 8.5 يطلع عندي مقدار ما اعرفه. السؤال 25 عندي توستر، توستر اللي هي المحمصة يستخدمونها للخبز تحميص الخبز، فالقدرة مالتها جد 1.2 كيلووات، 1.2 كيلووات. الزمن اللي تستخدمه هي 4 دقائق، 4 دقائق، 4 دقائق حتى تحرر لنا 5 قطع من الخبز، 4 قطع من الخبز. جد اللي الكوست اللي أنا أصرفه بير داي لكل يوم فور شهر، لشهر واحد، لشهر واحد. افترض انه اني مقدار 9 سنت ادفع لكل كيلو، نفس الطريقه لازم اطلع ايش قد استهلك كيلو وات اور، لازم اطلع واضربها في 9. فكيلو وات اور شلون عند الكيلو وات وقع عند الاور، شنو 4 منت اقسمها على 60 حتى احولها لساعات، في 30 يوم هاي مال شهر، في 9 سنت حتى يطلع عندي مقدار. يعني صارت عندنا بدل ما كنا بالسؤالين اللي قبلها كنا نسويها خطوتين، نور مره نطلع الكيلو وات اور نضربها في 9 في مقدار السنت اللي انا ادفعه. هذه هي ممكن نحلها لو تلاحظوا يا تطورنا بعد، اصبحنا ممكن ان نكتب في معادله واحده اطلع الكوست شو اسوي، وانا اطلع الكيلو وات اور اضربها مباشره بنمبر اوف سنت اللي انا اصرفه، وبالتالي المعادلات اللي قبلها ممكن انه لو تلاحظوا يا يعني هاي الخطوتين، هذا طلعت الوات الكيلو وات قبل اضربها بالثمانية ونص قبل يطلع لي الكوست مباشرة. يعني هذا الفرق هذا عن هذا، هذا كان يطلع الكيلو وات اور ما بيضربها، هذا قبل مطلع لك هي الكيلو وات اور وهو قبل ضاربها بالسن، فطالع الرقم بهذا الشكل. يعني بعد المفروض يصير عندنا القدرة انه نختصر خطوات حتى نطلع الان بروبلم 26. بروبلم 26 يقول فلاش لايت باتري ريتنج مالته 0.8 امبير اورز، يعني المعدل مالت الشحن مالت التيار مالته 0.8 امبير لكل ساعه. اللايف تايم الوقت مالته الحياه مالته 10 اورز 10 ساعات. شو يريد يقول؟ ايش قد مقدار التيار اللي ممكن ان يوصله، ايش قد مقدار التيار اللي ينطينا اياه؟ الآن أنا عندي 0.8 لكل أور، زين لعشر ساعات إيش قد؟ فراح أقسم حتى يطلع النتيجة إيش قد مقدار التيار اللي ممكن أن ينطيني إياه لمدة 10 ساعات، فراح ينطيني 0.8 أمبير في أور على لمقدار 10 يطلع عندي 8 ملي أمبير. إيش رأيك بعدنا؟ هاو ماتش باور؟ إيش قد راح ينطينا باور إذا كانت الفولتية 6؟ أنا طلعت التيار، الفول شو يساوي الفولتية في التيار؟ طلعت التيار والفولتية 6 راح أضرب الفولتيه في التيار يطلع عندي. الانرجي هي مقدار الباور في الزمن، الزمن ايش قد؟ الزمن هو 10 10، هذا هو مقدار الواط، هذا مقدار الواط في ال 10 ساعات راح يطلع عندي مقدار الكيلو واط اور اللي موجود. بروبلم 27، بروبلم 27 هنا شو يقول؟ يقول انه انا عندي فد كونستانت كارنت تيار ثابت مقداره 3 امبير لمده 4 ساعات يتطلب شحن باتري سيارة، باتري سيارة. اف ذا تيرمينال الفولتية اللي منطيني اياها هي 10 زائد تي على 2 فولت، تي على 2 فولت. فوير تي ان اورز. هنا منطيني الفولتية كدالة للزمن ومنطيني مقدار التيار 3 ولمده 4 ساعات. فهنا المقدار الشحنة، الشحنة شو يساوي لنا؟ كيو تكامل التيار، نفس القانون السابق. الزمن مال تي هو ايش قد؟ تي مال تي هو 4 ساعات، 4 ساعات. بس انا حتى اطبق هذا القانون الزمن مال تي لازم شنو؟ لازم احوله الى السكن. فاربع ساعات اضربها في منين جايتنا؟ الاربعة هذه جاية من هذه ال 3600، هذا منين جايه؟ هذه جايه من 4، هذه 4 ساعات اضربها في 60 حتى احولها الى الدقائق، واضربها في 60 حتى احولها للثواني،
فصارت 60 في 60 3600. 3600 هذا هو المقدار. حولت الزمن إلى سكند وعند التيار اللي هو مقداره 3، ف 3 أمبير مضروبة في هذا الرقم 4000، طلع عندي كيلو كولوم، هذا مقدار الشحنة، هذا مقدار الشحنة اللي موجودة. الآن رايد من عندي مقدار الباور اللي موجودة أو الانيرجي العفو، هي تكامل البي في دلتا تي، قانون ما لازم حافظينه. البي جاية من شنو؟ من فولتية في تيار. الفولتية مطينا إياها كمعادلة، هذه 10 زائد تي على 2، هذه الفولتية. التيار عندي هو 3 أمبير، ثابت التيار، هذا هو 3، هذا هو التيار. فصارت عندي معادلة كاملة وأكاملها خلال الزمن اللي هو 4 في 60 في 60، هذا الزمن هو عبارة عن مقدار 4 في 60 دقيقة في 60 ثانية بهذا الشكل. يعني تطبيق القانون ما بيفد أي إشكال. وراها رايد عندنا مقدار how much charging cost. الكوست هي كيلو وات أور، بيش نضربها؟ إذا كان كل كيلو وات 9 سنت لكل كيلو وات أور، راح أحولها للكيلو وات وأضربها بالتسعة سنت، تطلع عندي مقدار الكوست اللي موجود. الآن سؤال رقم 28. سؤال رقم 28 ما يختلف عن الأسئلة الباقية، منطيني واط ومنطيني فولت، ويريد يعني حسابات بسيطة ما تحتاج واحد يوقف يومها هواي. الآن مثلا سؤال 29، هنا موقد بأربعة عيون للهب، يعني هنا هذا موقد بأربع عيون للهب، كل واحد من عندهن، كل واحد مثلا الأولاني يشتغل 20 منت، الثاني يشتغل 40 منت، الثالث يشتغل 15، الرابع يشتغل 45، والأوفن 30 منت. فالزمن مالتهن بهذا الشكل، كل موقد، كل واحد من عندهن هذا اللهب هو يستهلك 1.5 كيلو وات واحد، والأوفن يستهلك 1.8 كيلو وات. الكهرباء الكوست مالتها هي 12 سنت لكل كيلو وات اور. ايش قد الكلفه الكليه؟ انا هنا اذا مطالب اطلع الكيلو وات اور الكليه واضربها في 12 سنت مالتها، شلون اطلعها؟ الان لو اجيت الى هذني، كل واحد من ذني المشاعل مالت الموقد، واحد مشتغل 20 زمن 20 منت والثاني 40، فأجمع الزمن الكلي 20 زائد 40 زائد 15 زائد 45، هذه بالمنت، أحولها أقسمها على 60 حتى أحولها شنو؟ للثواني، حتى أحولها للساعات، لأن هذه بالدقائق، فأقسمها على 60 حولتها لمن؟ للساعات. وعندي كل واحد منهم 1.2 كيلو وات، فتطلع عندي القدرة أو الطاقة مالت من؟ مالت المشاعل الأربعة، زائد شنو؟ زائد القدرة مالت الأوفن اللي هي 1.8 مضروبة في الزمن مالت 30، أحولها أيضا للساعات أقسمها على 30، طلع عندي مقدار الكيلو وات أور، أضربها في مقدار الكوست اللي هو بهذا الشكل. وعندنا سؤال 30 بنفس الطريقة. يعني هنا كيلو وات اور ايش قد التوتال مالتنا، نطلع الكيلو وات اور اللي مضروبه فيها ونضربها في الكوست مالتها. يعني هو اخذنا امثله على هذا الكلام. سؤال 31 ايضا نفس الطريقه، نطلع الواط ونحولها الكيلو وات اور ونضربها في السنت مالتها. هنا مثلا سؤال 32، تليفون واير عنده تيار 20 مايكرو امبير تياره ويأخذ 15 كولوم، ايش قد عندنا الزمن اللازم؟ فعندنا مقدار التيار وعندنا شحنة، يريد الزمن، فتطبيق للقانون مباشر ما عندنا اشكال به. سؤال 33،
عندنا تيار وعندنا زمن، ايش قد الكولوم؟ فتطبيق مباشر للقانون وعندنا ايش كان. الان 34 لاحظوا ياي هنا صار عندنا هنا كانما مخطط لاستهلاك القدره، مخطط لاستهلاك القدره. الان هذا المخطط لو تلاحظوا ياي الانرجي سميشن لهذا شرايد يقول هذا هو show the power consumption القدرة of certain household in one day في يوم واحد. فيبدأ مثلا الساعة 12 بالليل مثلا أو يبدأ 2 4 6 إلى أن يصير 12 الظهر، وبعدين يستمر اليوم إلى أن يوصل 12 بالليل مرة أخرى. فهنا السميشن لو تلاحظوا يعني أنه الآن أنا عندي من هاي الساعتين 4 ساعات 6 ساعات هنا 6 ساعات هذه 6 ساعات والمقدار مالتهن ايش قد 200 هذا هو ال200 ايش قد 6 ساعات في 200 عندي ساعتين من 6 ل 8 ايش قد قدرتهن 800 فعندي ساعتين في 800 وعندي 10 ساعات 200 عندي 10 ساعات 200 وعندي 4 ساعات بال 1200 وعندي ساعتين أبل 200 عندي ساعتين أبل 200 فهنا سميشن للباور مضروبة في الزمن. فبحسابات بسيطة يطلع عندي مقدار مقدار الانيرجي اللي كيلووات أور كيلووات أور هذه اللي طالب منعتها الافريج باور اقسمها على 24 ساعة يطلع بمقدار الافريج باور يعني اقسمها حتى يطلع عندي لكل ساعة ايش قد اني دا اجهز. بنفس الطريقة هذا المخطط مجرد يختلف بس القيم مالته انه اني ايش قد اصرف باور في عدد ساعاته تطلع عندي بمقدار الانيرجي اللي ممكن احصلها. نعم نفس السؤال السابق ال 36 عندي مقدار الامبير اورز باتري ينطيني ايش قد امبير اور ممكن الاي فهذا امبير اور وعندي 40 اور فايش قد التيار لي فمثل ما مر علينا مثل هذا السؤال 40 امبير اور على 40 يطلع 4 امبير ولو قسمناها الى عدد الايام يعني تطبيق مباشر بهذا القانون. القانون الأسئلة اللي باقية هي مرة علينا لا بنفس الطريقة عدا أنه سؤال 38 موضوع أو فد رقم جديد نتعلم عليه أنه How much energy does 10 horsepower. الhorsepower هو القدرة الحصانية عادة الماطور يقيسونه بالقدرة الحصانية هنا يفرض لكنا القدرة الحصانية شنو ايش قد تعادل بالواط فال1 هورس باور شيء عادل يعادل 476 واط. هذا الرقم وهذا الرقم يجب ان نحفظه احنا طبعا فمنطيني هذا منطيني القدره مالته ومنطيني الزمن يريد الانرجي فتطبيق مباشر البي في التي بس لازم نحول الهورس باور المن الى الواط حتى تطلع عندنا مقدار الانرجي اللي موجوده بهذا الشكل. السؤال الأخير أيضا نطلع الكيلووات أور نضربها بالسنت مار علينا. وشكرا جزيلا على الحضور والاستماع جزاكم الله ألف خير.